السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروس وورد ويك دي دوف دوت قناة. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول درس من دروس عمل مشروع لاعبي ريال مدريد، قاعدة بيانات ريال مدريد. إن شاء الله ده أول جزء. إن شاء الله هنتعلم النهاردة إزاي تصمم قاعدة بيانات مع شرح شوية تفاصيل كده، زي الكائن سلاش إن اللي يجب تجاوزه بالفصلة اللي هي المعكوفة دي. هنشرح شوية حاجات مع بعض. أولا كده هنستخدم المحرر بتاعنا كود بلوكس. هنروح على ملف المشروع بتاعنا، هنضيف هنا ملف الداتابيز بتاعتنا اللي هو بامتداد دوت باد بامتداد دوت تكست زي ما انت عايز. الاهم عندنا انه يكون بنفس الشكل ده. هقول لك ليه بنفس الشكل ده. طبعا انت درست في السي بلس بلس فايلز ان يعني بيجيب يعني عشان تجيب بيانات من القد بيانات لازم تفصلها مثلا بين حاجه وحاجه، وتحدد للسي بلس بلس نفسها ايه هي تقف لغايه فين. احنا عملنا كده بالظبط. ليه هتقول لي ليه طيب احنا عملنا في الاخر، طب احنا المفروض نقفلها؟ لا، اتعلم حاجه جديده بقى، ان انت لو ما عملتش كده في الاخر، يعني انت لو شلت دي كده كده انت بتقول له انت ابدا صدر جديد، فبيقراها مع ال 1 2 3 4 5 دي. يعني مثلا لو 1 2 لو هو قرا 1 2 3 4 5 بيقرا معاه سلاش ان، فطبعا ده غلط، ومش طبعا ايوه كده الباسورد اصلا غلط، فاحنا لازم نقفلها كده. صح، برافو عليك. يبقى كده هيقرا السلاش ان دي لوحدها. طب ايه ده، طب هو ده كده هيقراها مع الاثنين دي. هقول لك ايه هي الواحد والاثنين والثلاثه اللي انت مش واخد بالك، اللي انت مش فاهمها دي، هقولها لك دلوقتي ان شاء الله، بس ركز معايا دلوقتي. هيقرا دلوقتي السلاش ان دي كانها كائن لوحدها. يبقى كده احنا فصلنا بين السلاش ان وبين البيانات بتاعتنا. ماشي كده، احنا بنطلب مثلا لو ما نطلب مثلا من المستخدم يدخل يوزر، مثلا دخل ادمن اللي باك، طبعا هو بيلف البرنامج يعني يروح واحد اتنين بعد كده واحد بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده اتنين. بنقول ان احنا بنبرمج السكريبت بتاعنا ان هو لما يوصل للحاجة يعني كل حاجة صح بيسجلها في اللاين. يعني بمعنى يعني هو قبل ما يوصل للادمن ده ويقراها، طبعا هو هيقارنها باللي احنا بالمستخدم اللي هو هيديهوله، هيكون قاري الاتنين دي ومسجلها عنده في اللاين. اللاين ده هنستخدمه في ايه؟ ان هو لما يدخل الباسورد بتاع الادمن يكون متعرف قبل كده. يعني هو لما هيجري كده هيلاقي الاثنين دي قبل الباسورد ده، مثلا لما يدخل الباسورد ده هيلاقيك قبلها الاثنين، صح؟ هو هيلاقي كده، هنقول له هنعرف ان الباسورد ده تبع الادمن اللي هو دخله. طبعا هو لو دخل لو من غير اللي احنا عملناه ده، لو دخل اي باسورد في اي ادمن في اي حته جوه الملف ده هيدخله على البرنامج على طول، واحنا مش عايزين كده. ممكن كنترول اس، دي الملفات اللي احنا دي المكتبات اللي احنا استخدمناها، اول مكتبه اي ستريم نستخدمها للدخول والخروج، تاني مكتبه سترينج دوت اتش ده هنستعملها في عرض البيانات وكده، وان احنا نبدل بين التشارز والسترينجز، الاس ستريم اللي احنا بنحول بين التشارز للسترينج، والاف ستريم اللي احنا نفتح بيها الملفات. طبعا والسي اس تي دي ليب دي هنحتاجها اللي احنا نعمل اكسيت وحاجات كده في البرنامج. اول حاجه احنا هنعمل هنا ايه؟ هنيجي هنا نعمل كائن من الاف ستريم، بالك نسميه ما فايل. هتقول لي طب ليه ما حطيناش جوه المين؟ اللي احنا هنستخدم كذا داله في كذا خارج المين، داله العرض داله المسح بتاعت اللاعبين وكده، فاحنا لازم نعملها في ستريم دي بره المين عشان تبقى جلوبال. هنفتح كده فايل، هنفتح الملف بتاعنا دوت اوبن، بالك نكتب اسم الملف، هو عندنا اسمه ادمن دوت دات، والصيغه اللي احنا هنفتحه بقى يعني احنا هنفتحه ان احنا ندخل له بيانات ولا ناخد منه بيانات. طبعا هناخد منه بيانات، فهتبقى اي او اس ان، لو انت عايز تخرج له بياناتها هتبقى اي او اس اوت سيمي كولون. طبعا قبل كل ده لازم نعمل دو وايل. يعني ليه دو وايل؟ لان احنا هنطلب لو مثلا لو مستخدم مثلا دخل قيمه غلط، لو مثلا القيمه اللي دخلها دي مش موجوده اساسا في الملف بتاعنا، فاحنا بنقول له ارجع تاني. طبعا ندخل الفايل دي جواه، اقول لك ايه دلوقتي، عصر بس يا جماعه لو بطيء في الكتابه شويه لان انا بكتب بايد واحده ماسك الميكروفون بالايد التانيه كده. هنفتح الملف. هنعمل ايه تاني؟ هنطلب من المستخدم ان هو يدخل القيم بتاعه. طبعا احنا كتبنا السكريبت ده قبل كده، فاحنا مش هناخده كده تاني كوبي. دي المتغيرات اللي احنا هنحتاجها، اديت كوبي
طب نكتبها فوق الاول. لا نكتب هنا edit best. هقول لك شرح كل لاين. اللاين ده طبعا اللاين بتاع الملف بتاع اليوزر او الباسورد، وده بتاع اليوزر بس دلوقتي عفوا. اليوزر الباسورد هيبقى بعد كده، وده اليوزر اندر سكور انبوت، ده اليوزر اللي احنا هناخده من المستخدم. اليوزر الثاني ده اللي احنا هنجيب الملف منه، يعني ده الصيغ بس. اليوزر اللي هو المتغير الثالث ده هنجيب البيانات من الملف. والدار دي ما تتخضش من انه ترو فولس، دي الاسهله جدا. احنا بس بنعلم الكومبايلر ان هو كده في غلط في الفايل نيم، سواء بقى لو مش موجوده في الفايل، سواء كانت موجوده بس غلط. هنقول له كل حاجه دلوقتي. ننزل كده تحت. دلوقتي احنا فتحنا ملف، هنقول وايل طالما انت ما وصلتش لنهايه الفايل بتاعك، فايل دوت اي او اف. نزل تحت. طبعا احنا، انا اسف بس يا جماعه، يعني هاخدها كوبي بس من المشروع اللي قبل كده، فعشان ايه، عشان ما اطولش على حضراتكم. خد ده كده وهنشرحها دلوقتي مع بعض، ما تخافوش يعني. كنترول سي. لا ايه ده، انا نسختها معاه ولا لا؟ ده فتحنا الملف. ماشي كده، ماشي ناخدها كده معانا. كنترول سي كنترول في بيست. وايل ادمن دوت اي او اف. طب ماشي كده احنا فتحنا الملف بتاعنا. هناخد بس الاول كده. طبعا هو هنا وايل، بينما انت لا سيبك دي كده، الحذافه دي بتاعت المره الاولانيه. هنا لو الملف بتاعك، لو انت ما عرفتش تفتح الملف، سواء بقى كان الملف ده محظور في الويندوز اساسا، يعني انت ما تفتح ما, تع... ما, ت... ما ينفعش تفتحه، هتتبع فايل بعد كده تعمل سيستم بوست بعد كده اكزيت. لو انت ما... لو انت خلاص ما فيش اي مشكله معاك، لو فتحت الملف هتقول ادمن دوت اي اف. طبعا لو انت ما وصلتش لنهايه الملف، طبعا هناخد اول حاجه الباسورد والبتاع بتاعنا من المستخدم. استنى كده ناخدهم كده كوبي كنترول سي. كنترول في. يعني هو كده كل شويه ياخد دو وايل كده، كل ما انت فيه غلط طول ما انت ايه هترجع تاني. هننزل كده تحت، هنلاقي ادمن دوت اي او اف. لو انت ما وصلتش لنهايه الملف هات جيت لاين. يعني ايه؟ نفتح كده الملف بتاعنا، نقول له احنا كده جيت لاين للبيانات اللي جوه الملف. طبعا هو ايه، هيلاقي هيقارن بين بداله اس تي ار سي ام بي، بين اليوزر اللي هو جابه من البيانات اللي جابها والبيانات اللي خدها من المستخدم. لو هي بتساوي صفر هنقول له اوكي خلاص احنا لقيناها، ونطبع له اللاين اللي هي فيه، ونخلي الدار بترو عشان ما يرجعش تاني. واخد بالك؟ إلس والله غير ذلك هننسخ، هنعمل نسخ لليوزر لمحتويات اليوزر وندخلها لللاين، وهنخلي الدار بفولس. احنا كده دلوقتي احنا في غلط. احنا كده دلوقتي لغايه دلوقتي ايه، انا يعني احنا بنقول الكومبارد لغايه دلوقتي والله انا ما لقيتش اليوزر اللي دخله المستخدم. هينزل تحت، هيرجع تاني اللي هو لغايه برضه ما وصلش لغايه الملف. افرض بار اللي خلاص مثلا انا كتبت ادمن، هيطبع له اوكي ولاين از لاين، هيلاقي الدار بترو. واخد بالك؟ ويعمل بريك، هيكسر حاله التكرار اللي هي جواها اللي هي الوايل لوب دي. هينزل تحت، لو لقى الدار بفولس، لو هو مثلا لو لف الملف كله برضه ما لقاش البتاع بتاعته ولقى الدار بفولس، هيقول له انكوركت يوزر نيم. بعد كده في الاخر لازم تقفل الملف في الاخر عشان تعرف تعمل وايل لوب عليه تاني. يعني انت مثلا لو فتحت الملف ولفيته بالوايل لوب دي ما تنفعش تلفه تاني الا لما تقفله. طبعا احنا قفلناه دلوقتي، ونقول له وايل بينما الدار ما بتساويش ترو. هنعمل كده رن للبرنامج بتاعنا. فتح معانا اهو. هنكتب مثلا اي حاجه، نكتب كده حاليا هو داخل جوه الملف، لف البرنامج كله ما لقاش كل اللي احنا كتبناه. مثلا هنكتب له يوزر
لا اوكي لاين از 1. بعد كده بيقول لنا انتر باسورد، نقفل كده. واحنا لا، ده احنا بنعمل مع ريال مدريد. ده احنا لو اسف يا جماعه، احنا تعاملنا مع البنك. نروح كده ريال مدريد، بيقول لنا في خطأ هنا، اف لو ادمن دوت فايل ادمن اوس دوت اللي احنا كتبنا فايل كله مظبوط. كله مظبوط، ماشي كله مظبوط كده. انا من رن فايل برضو مش لاقيها. فايل ماشي. نيجي كده نعمل رن للبرنامج بتاعنا. يا دين امي ايش يا جماعة، سوري بس فايل ماشي كده، ما كانش كده خطأ. نعمل كده رن البرنامج. احنا نسينا نحط هنا بس. نسينا نحط دي، ملهاش لازمة دي تقريبا، ولا دي بتاعت ايه دي؟ دي بتاعت دالة المين. ده مش معرفها دي اساسا. كده قفلنا. نعمل كده رن البرنامج بتاعنا. نشيل دي كده. يعني كده ردنا البرنامج بتاعنا. دلوقتي هو طلب مننا اليوزر نيم بتاعنا، هندخل اي قيمه بيقول لنا انكوركت يوزر نيم. دلوقتي هو لف الملف كله ما لقاش اليوزر نيم اللي احنا قلناه. طبعا هو بيخلي الدار كل شويه بيصب فولتس الا لغايه ما يلاقي ان اليوزر اللي احنا دخلناه بيساوي اليوزر او البيانات اللي هو جابها. مثلا هندخل يوزر اوكي لاين از 1. خلي بالك احنا قفلنا الملف، يعني هو دلوقتي ايه، جاب الملف، جاب البيانات وقارنها ولقاها مظبوطه بالظبط. دلوقتي احنا قفلنا الملف وهو رجع تاني طبعا، لان هو الضرب بفولس، فهو رجع تاني وفتح الملف من جديد وكده. دلوقتي احنا خلصنا مرحله اليوزر نيم، نروح بقى لمرحله الباسورد نفسها. دلوقتي احنا معانا كام متغير، او ايه المتغيرات اللي احنا هنستعملها بعد كده في اليوزر؟ هنستعمل اللاين واليوزر. هتقول لي طب ليه هنستعمل اليوزر؟ اقول لك لان ممكن المستخدم يدخل نفس اليوزر. لاحظ معايا كده، لو هو دخل نفس ال يعني مثلا لو هو دخل يوزر يوزر، طبعا هو كل حالات مظبوطه، لان احنا هنقول للكومبايلر لو اللاين بتاع اليوزر بيساوي اللاين بتاع الباسورد ماشي دخله. طبعا هو ممكن يدخل اليوزر نيم مرتين عادي هيدخل معاه. لا احنا نمنع الحاجات دي خالص، نقول لو اليوزر ما بيساويش الباسورد كمل عادي. طبعا لو في ثغره، بس مش ثغره قوي، يعني لو هو دخل الباسورد مكان اليوزر واليوزر مكان الباسورد هيدخل له عادي، بس دي ما اعتقدش انها ثغره قوي، يعني مش هتفرق كتير. بس اهم حاجه الثغره اللي احنا قلناها قبل كده. نجيب كده كوبي للملف بتاعنا عشان بس تسهيل علينا الكتابة يا جماعة، أنا آسف. أيوة كده ادمن الكلوز. أيوة كده بعد دي كنترول سي، هنا كنترول في، كل حاجة مظبوطة. هنغير بس في الحاجات دي كده اللي نخليها فايل. كلوز وايل دوت كلوز. ماشي كل ده مظبوط. طبعا احنا خرجنا دلوقتي من حاله الوايل لوب بتاعه اليوزر نيم. دلوقتي احنا معانا متغيرين، متغير لاين ومتغير اليوزر. علينا على متغير تاني اسمه لاين 2 بتاع الباسورد، طبعا بنفس القيم بنفس كل حاجه، باس اندر سكور انبوت بدل يوزر اندر سكور انبوت. يعني حاول تخلي المتغيرات بتاعتك بنفس النمط او بنفس الشكل، لان هي ايه بتساعدك كتير ان انت تتجاوز مرحله الاكسبيشن او الباجز.
بنخلي الباص اللي احنا نجيب منه البيانات، بعد كده الدار تقول اللي هي الحاله اللي هي لو مثلا حصل غلطه ولا حاجه، ارجع الموبايل تاني. هنفتح دو موبايل، انتر باسورد، دخل اللي انت المستخدم هيدخله في الباص اندرسكور انبوت كده. افتح ملف الفايل، لو انت ما وصلتش لنهايه الفايل اعمل جيت. والله لو الباص اللي هو دخله بيساوي الباص اندرسكور انبوت طبعا باس ار سي ام بي بتساوي صفر، استنى بقى احنا لسه ما خلصناش، نخش جوه الاف اللي هنخش جوه هنا. كل ده جوه الـ لو الـ لو اللي انت جبتها بتساوي الموجوده في الملف. طبعا ايه صغيره ذلك، هنخلي الدار 2 فولس، وهننسخ اللاين 2 ونحطها في هننسخ النسخه من الباص ونحطها في اللاين 2 لغايه ما يوصل للباص بتاعنا. هنقول لو الاس تي ار سي ام بي لو اللاين بيساوي اللاين خش جوه. ايه الصغيره زي اللي خلت دار 2 بفولس؟ هتقولي ايه ده، طب ليه احنا ما نسخناش؟ اقول لك في الحاله واحده، في حاله النسخ بيبقى في حاله واحده بس، لو هو ما لقاش ان الجيت اللي هو البيانات اللي جابها بتساوي البيانات اللي دخلها المستخدم. طبعا لو اللاين بيساوي اللاين هو كده كده اساسا لقى البيانات، فهو كده هيتلخبط، فمش مش هيلاقي او مش هت... هيحصل اخطاء يعني في البرنامج، فافضل لك تخليها كده. لو اللاين بيساوي اللاين 2 ماشي، خش جوه، خش جوه هنا. لو اليوزر ما بيساويش الباسورد نفسها، خلي الدار 2 ب2 واعمل بريك للحلقه التكراريه كلها. خلاص احنا كده حققنا كل الشروط اللي هو موجوده في الملف. اللاين بيساوي اللاين، ما بيساويش اليوزر، ماشي. خلينا كده الدار 2 ترو واعمل بريك. والله ايلس خلاص غير ذلك، هنخلي الدار 2 فولس وهنعمل بريك. هتقول ايه ده، طب ليه ما نلفش البرنامج تاني؟ اقول لك لا، لان هو خلاص هو ده حدد، هو كده دخل اليوزر مره والباص مره، فهو مش محتاج ان هو يلف تاني عشان يلاقيه. طبعا احنا بنوفر على البرنامج وقت كتير جدا. يعني ركز معايا، خلي بالك لو انت مش فاهم قول لي انا مش فاهم في التعليقات، بس حاول تركز بقدر المستطاع، ما تتخضش من الشكل، هي حاجه سهله جدا لو انت مشيت بشكل منتظم وتتبعت البرنامج. خلينا نشرح كده تاني، لو الباص بيساوي الباص اندرسكور انبوت، لو هي بتساوي صفر خش جوه خش جوه الشرط اللي انا حطيته لك. لو ايه غير ذلك، هنخلي الدار 2 فولس والاس ار سي بي واي، هننسخ نسخه من الباص ونحطها في اللاين 2. طبعا عشان ما نقولش، عشان ما ينفعش نقول لاين 2 بيساوي الباص، عشان ده ما ينفعش في التشارتس. هيخش جوه هيلاقي الاس ار سي ام بي اللاين بيساوي اللاين 2، والله خش جوه هنا. لو إلس خلي الدار توب فولس، طبعا كامل برنامج عادي لو اليوزر بيساوي الباص وكده، مش محتاج ان احنا نشرحها. بعد ما يخلص هيلاقي فايل دوت كلوز، هيقفل البرنامج. والله لو الدار توب فولس هيقول لي انكوريكت باسورد، بعد كده هيرجع تاني اعمل كده. هو البيانات من الدار 2 بتساوي فولس او ما بتساويش ترو عادي جدا ما فيهاش مشاكل. لو لا لو خلص كل حاجه، لو الشروط كلها متحققه، هيعمل هيقول له ويلكم ادمن. هنعمل كده رن للبرنامج بتاعنا، فتح لنا كده. هنقول مثلا ايه، خلي بالك احنا نفتح البرنامج كده مثلا، هنقول هندخل مومو المره دي، هندخل مومو لاين لاين اس 3، هندخل ايه تلت مثلا ايه 1 5 اي رقم كده انكوركت باسورد، هندخل 13/12/2001 زي ما انتم شايفين يا جماعه. طبعا لنا ويلكم ادمن، طب لقى اليوزر ولقى اللاين بيساوي اللاين واليوزر ما بيساويش الباسورد، خلاص كمل له برنامج عادي. ده كان اول جزء في البرنامج في المشروع بتاعنا. ارجو ان الجزء نال اعجابكم يا جماعه. ان شاء الله النهارده هنبتدي المره الجايه في داله العرض بتاعت البيانات بتاعت اللاعبين. ان شاء الله هنصمم ونبرمج قاعده البيانات بتاعت اللاعبين ان شاء الله. المره الجايه نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.